أنشأت في سنة 83 وكانت تتبع لمدينة القصير قبل الشلاتين، فاتسمت بمنطقة الجاهلية لأن كان هنا في بئر محفور وكان مسمى عليه المنطقة كلها باسمه، اسمها بئر الجاهلية. كلمة الجاهلية انطلقت عن البير اللي بناه أو اللي حفره الشباب الصغير الجهل، فالمقصود بكلمة جاهلية أولاد القرية الشباب الجهل، المقصود بكلمة جهل اللي هو الشاب اليفع القوي اللي حفروا البئر في 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 قلب الحجر وجايب مية، حتى تاريخ النهاردة مية حلوة صالحة للشرب. السكان هنا 105 أسرة، حوالي 340 من 340 إلى 350 نسمة. الخدمات الموجودة عندي مدرسة تعليم أساسي ابتدائي وإعدادي، مدرسة الفريق سعد الدين السدلي، عندي وحدة صحية، عندي إسعاف، عندي مجمع خدمات بالقرية في مكتب رئيس القرية، وكان فيها مشغل للفتيات يشغلوا فراغهم و يعملوا مشغولات يدوية، وبننزلها شلاتين في جمعية مجتمع جمعية محمية البحر الأحمر. كل ده جسدك جديد، كل ده ما متعداش على 10 سنين مرصوف، يعني ايه كل سنة كنا بنرصف شوية 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 لغاية ما وصلنا لغاية 50 كيلو، لغاية أبرق الأم جوه. أحدث حاجة كانت 20 كيلو من سنتين في 2022، اللي هي المسافة اللي شفتها دي جديدة، وفي حوالي 10 كيلو قبل أبرق كانت معاها. السكن كان عبارة عن أكشاك خشبية وبروش، يعني برش كده زي خيمة صغيرة فقط لا غير، وكان أغلب التجمع كان في المنطقة اللي تحت المطلع، مش هنا. ده كله كان بدايته مع الجامع والوحدة الصحية والمدرسة والبيوت، عشان كده شالت الدولة اهتمت بالقرية وبالأهالي وشالت الأكشاك دي وعملت لهم مساكن تصلح للسكن الأدمي، وجابت له من خدمات وحدة صحية وإسعاف ومدرسة تعليم أساسي ومساكن، وفي الآخر يا فندم بقى اسمها قرية الخير.